بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرون لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم راح اكلمكم عن الابت جيت والابتيتيود، ايش الفرق ما بين الابت جيت والابتيتيود. طبعا هذول معرفات على توزيعه الدبيان، تمام. طبعا موجوده ايضا على الابونتو على لينكس مينت، على اي توزيعه مبنيه على دبيان، تمام، او على ابونتو ايا كانت التوزيعه. وايضا موجوده في تدريبه، موجود صح عند ايش اسمه الجوال ذاك الغبي، عند الايفون، تمام، اللي يستخدم السيديا على الايفون ايضا عنده ابت. عموما الابت هذا مدير برامج تكلمنا عنه، احنا حطعتنا ودرس مستقل، لكن اليوم بعطيكم الفرق ما بين الابت جيت اللي احنا نستخدمه، ابت جيت انستول او ابت جيت ريموف، وما بينه وما بين الابتيتيود، وايهم افضل وايش الفرق ما بين هذا هذا. طيب اوكي، خلونا نفتح الطرفيه والحاجه، تمام. عندنا هذه الطرفيه، طبعا تعرفين الطرفيه، ما احتاج اشرح لكم ايش هي الطرفيه. اوكي، الابت جيت تكتب بالشكل هذا، ابت جيت نعطيه الخط كبير، تمام. اذا حاب تنزل برنامج راح تكتب انستول ثم اسم البرنامج، نفترض اسمه VLC او جيمب ايا كان. بالطريقه هذه انت نزلت برنامج على اللي هو الابت جيت. بالنسبه للابتيتيود، ابتيتيود، تمام، انستول جيمب. اوكي، ايش الفرق ما بين الابتيتيود والابت جيت؟ الابتيتيود افضل اذا جيت الموضوع حل الاعتماديات، تمام. فاحنا معروف المشكله هذه، كثير من الناس تشكي من مشكله الابت، الابت غبي، الابت ما ادري ايش، ما يحل مشاكل الاعتماديات والى اخره. لكن لان ببساطه الابت جيت، تمام، يفترض انك تتعامل معه كمحترف، لان الابت جيت فيه خصائص كثيره. لو كتبت ابت جيت هيلب راح تعرف قصدي، في خصائص كثيره بالابت جيت، تمام. من ضمن الخصائص هذه انك تقدر مثلا تثبت حزمه بدون اعتمادياته، تمام. لكن الابتيتيود مثلا ما راح ينزل لك حزمه الا اذا حل مشاكل الاعتماديات. فلو كتبت ابتيتيود انستول ايا كان حزمه معينه، تمام، جيمب مثلا، راح ينزل لك الجيمب راح يحل مشاكل الاعتماديات. هذا يعني انه راح يحذف اعتماديات فيها مشاكل، راح يثبت اعتماديات جديده. لكن الابت جيت راح يرفض، يقول لك لا في مشاكل بالاعتماديات، راح يوقف. هذه فكره من افكار اللي هو الابت جيت والابتيتيود. ايضا بالنسبه للابتيتيود، تمام، الابتيتيود انصح به بصراحه للابجريد، تمام. لان الابجريد عن طريق الابت جيت، في طريقتين للابجريد، شفت الناس مؤخرا صارت مستغربه انه ليش صار الشيء هذا بعد ما صارت توزيعه الابونتو. لو كتبت ابت جيت، تمام، ابديت، عفوا ابجريد، ايش راح يكون؟ راح ينزل لك الحزام وراح يثبتها لك، تمام. لكن هل تعلم انه الابجريد بالطريقه هذه في حزم حطه على جنب ما سوى له ترقيه، تمام. في بعض الحزام ما يسوي له ترقيه الابجريد، لازم تكتب له ديست ابجريد. الفرق ما بين الابجريد والديست ابجريد هو انه الابجريد راح يسوي تحديث لاي حزمه ما له علاقه وما له تاثير مباشر بالنظام، يعني ما يأثر من بين إصداره وإصداره، مثلا لينكس مينت 15 إلى 16، تمام. لو سويت أبغريد بدون ديست أبغريد ما راح تنتقل إلى 16، راح تبقى. لكن لو سويت ديست أبغريد راح تنتقل إلى الإصدار اللي بعده، تمام. أيضا بالنسبة لتحديثات النواة نفس الحكاية، ديست أبغريد يسوي له ترقية. طيب احنا عرفنا الفرق ما بين ابجريد وديسك ابجريد. ابجريد راح يسوي ترقي لاي شيء ما عدا اذا كان راح ياثر باصداره النواه او اصداره التوزيعه، الديسك ابجريد راح يسوي الشغله ذي. لكن لو سوينا ابتيتيود، تمام، طبعا علمك اللي هي الابتيتيود شخصيا استخدمه للترقيات كثير حتى لتحميل الحزام. الابجريد بالابتيتيود تلقائيا راح يجمع كل شيء يبي ترقيه، تمام، ويضبط لك مع بعض ويسويه لك، يحل مشاكل الاعتماديات، يضبط كل شيء، راح تلقى نفسك انك مرقي كل حاجه. هذه ميزه الابتيتيود. نجي لموضوع ثاني مهم جدا وهو حذف البرامج، هل احذف عن طريق الابتيتيود او احذف عن طريق الابت كيت، تمام. زي ما قلت لك الابت كيت راح يعطيك امكانيات اكثر، تمام، بالابت كيت. يعني مثلا الابت كيت ممكن تقول الابت كيت ريموف بيج، تمام، ممكن تكتب اسم الحزمه. طبعا بيج هذه الفائده منها هي انه حذف الحزمه وحذف الاعدادات وحذف الملفات الموجوده بالكاش. هذه واحده من مميزات الابت كيت. لكن ترى بالمناسبه بالابت كيت تقدر تكتب ريموف جيمب، راح يحذف برنامج الجيمب، راح يترك الاعدادات، راح يترك اللي هي ملفات الكاش. هذه ميزه الابت كيت. الابت كيت مميزاته كثيره، لازم تتعامل معه باحتراف. اذا كنت شخص والله مثلي ما تبي توجع راسك بالمشاكل هذه، تبي تركب برنامج تسوي برنامج يركب بدون مشاكل تنحل المشاكل على طول، استخدم ابتيتيود، تمام. هذا هو ابتيتيود. الابتيتيود طبعا لو ضغطت ابتيتيود انتر راح تحصل انه في واجهه الابتيتيود تكلمت عنه سابقا، تمام. هذا الفكره الاساسيه، الابتيتيود يتعامل مع الكمبيوتر والحزم يعني بطريقه محترفه اكثر تلقائيه، لكنه اقل ميزات من الابت كيت اذا جينا الموضوع
تخصيص تثبيت الحزام وإلى آخره. فمثلا الابتيتيود قد ما يثبت لك برنامج إذا كانت حزمته ناقصة لازم نجيب الحزمة هذه، لكن الابتيتيود ممكن تثبت برنامج حتى لو أنه تم تعطيل المستودع أو تم تعطيل أي شيء. يعني أحيانا بيقول لك بروكن باكج، حزمة معطوبة تمام، ممكن تحصل معطوبة كثيرة. ليش؟ لأنك تستخدم الابتيتيود تم تفتح السنابتك وتسوي تصريح. مع العلم الابتيتيود ما يسوي الشغلة هذه. ليش؟ لأن الابتيتيود انت اللي قلت له انستول بدون اعتماديات راح يسوي انستول بدون اعتماديات، لكن لانك انت اللي قلت له الشهاده هو ما يدري انت تبي هذه ولا تبي ذيك. خلاصه الحديث، ابتيتيود راح يعطيك التثبيت البرامج والتعامل مع الحزب بطريقه محترفه يحل المشاكل كلها. اذا كنت من نوع المستخدمين اللي يحب يدخل بتفاصيل الاشياء، الابتيتيود ممتاز لك. ما تقدر تستغني عن الابتيتيود وما تقدر تستغني عن الابتيتيود. الابتيتيود ممكن اول مره تسمع به تمام، نظرا للابتيتيود اكثر شهره، لكن الابتيتيود بصراحه ممتاز جدا جدا جدا. نشوفكم ان شاء الله في درس القادم. استمتعوا اليوم، جربوا الابتيتيود الابتيتيود، اذا حصلتوا مشاكل شوفوا الوصف تحت في رابط منتدى الدعم. نشوفكم ان شاء الله هناك، مع السلامه.